مساء الورد والفل والياسمين عليكم احلى فانز واحلى ناس جميله متابعينا. اولا ما تنسوش بصمتكم الحلوه والشير معانا للفيديو ودعمكم بالانتساب والملصقات العجيبه والسوبر شات اثناء العرض الاول للفيديو. نورتوني طبعا النهارده. العنايه بالقدمين او بالرجلين لكل ست بقى زهقانه او طالعه المصيف او ايا كان يومها ازاي او سهرتها خروجتها. طبعا خروجنا كتير في الصيف، ما صدقنا بقى فصل الشتاء عدى. هنبتدي نغير بقى لون الكلادور معانا، انا قاعده في ميه والكلام دوت، بس انا قلت بقى عشان ما اطولش عليكم وليل النهار الطويل بتاع الصيف والملل دوت، هنمسح الكلادور اللي انا حطاه وهنبتدي ان احنا نحط بقى ماسك ونحط الوان الصيف طبعا بتاعتنا المبهجه. هنمسح بس اللون الاول اللي انا حطاه، هبتدي نحط ماسك، والماسك دوت اسمه قشطه الاميرات، جامد جدا جدا جدا، هو للجسم كله عامه. قشطه الاميرات ديت فوائدها تفتيح وتبييض البشره والجسم كامل، وهتشوفوا الفرق دلوقتي معانا، وبتخلي البشره في نضاره واشراق وتفتيح الاماكن الداكنه ومنطقه البكيني، توحيد لون البشره، معالجه اثار البقع السوداء والحبوب. نمسح كده بس كده، المفروض تسيبوه لما ينشف وتفركي رجليكي او تفركي يعني الماسك، وبعدين بتبتدي ان انت تشطفيها بقى بشويه شاور، بيدي نعومه رهيبه. انا عن نفسي بعمل كده، هو فرق رهيب طبعا زي ما انتم شايفين كده، الفرق جامد جدا. نبتدي بقى نختار مع بعض الالوان الصيف المبهجه بتاعتنا، زي الالوان الجديده اللي نازله، الاورانج طبعا، الاحمر مطرقع معانا من زمان، انا بحبه جدا، النبيتي، الالوان اللي هي الحلوه ديت الفاتحه بتاعه المصايف اللي هي بتنور الرجل. طبعا ماسك خلى في فرق كبير قوي، يا سلام بقى لو نطبقه على الجسم كله، بالذات الاماكن الداكنه تحت الابيض البكيني، الاماكن اللي هي هتتاثر كمان في الصيف بالشمس والكلام دوت. نختار انا اللون بتاعي او اللي انا بحبه، اللون الاحمر. معلش بقى مش عارفه املك قوي، بس هنبتدي بقى نحطه مع بعض. بيدي اللون الاحمر اصلا يعني لون مختلف، بينور الرجل او الايدين او اي حاجه عامه. هو اللون الاحمر لون جميل بصراحه، انا بحبه. احنا بنعيد مع بعض بس في اختيار الالوان معانا، فعدنا الجزء اللي فات دوت عشان تعرفي تختاري الالوان الجميله معانا او اللي انت حباها في لبسك عموما او على بشره بقى رجلك، اذا كانت بيضه فاتحه داكنه الكلام دوت. حاولي تستخدمي قشطه الامارات دي، جامده جدا للجسم كله عامه. انا استخدمتها لايدي ورجلي واديكم شايفين الفرق اهوت. نرجع تاني نبتدي نحط اللون الاحمر معانا. اهتمي بنفسك وحاولي ان انت تستفيدي بالصيف، الشتاء ما بنعرفوش من الساقعة نعمله اي حاجة، فحاولي بقى ماسكاتك وحاجاتك وحركاتك وتكاتك وكده. يعني شايفين الرجل منورة ازاي، او صوابع رجليك هتبقى مختلفة جدا، نسان بقى مع الاورانج مع الاخضر مع الالوان اللي نازلة موضة الصيف دوت. مجرب كده بقى وقت الملل، قلت هيمشي اكتر مع رجلي، لكن طبعا حسب اللون اللي انت بتحبيه. بلاش الالوان الغامقه يا جماعه، عامه بتدفيكي اصلا، وبعدين دوت حاجه في البيت، يعني رجلك متداريه بره او بس سلام بقى على صندل صابو الكلام دوت هيختلف. زي ما انتم شايفين فرق الماسك رهيب جدا بجد بجد بجد. اتمنى يكون عجبكم الفيديو القصير دوت، وهستناكم تنوروني في الانتساب.